السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ما عرفتش واش غادي تسمعوني ولا لا. المهم انا هنا في هاد البلاصه دي سميتها نادي، هذا نادي الصيد. هاد نادي الصيد يعني من اكبر تا هما هنايا، من اكبر نوادي. كاينين نوادي اكبر منه ولكن من الاغلى، اغلى هاد النوادي. حنا جينا هاد الشارع، انا بديت لكم بالنادي الصيد بلا ما نقول لكم شنو كاين. يعني حنا كنا هنايا، قلت نصور لكم هاد النادي. انا قطعت الشانتي هنايا لانني سولت لقيته ممكن ما يدخليش لي غير لما كنت يعني مشاركه فيه، والاشتراك يوصل حتى ل 600000 جنيه في العام بالنسبه لهذا المصريين، ويكون عندك شي حد اصلا ديجا مشترك فيه باش يقبلوا لك الاشتراك. تانتيا هو عبارة عن نادي الصيد معروف، شارع محي الدين أبو العز، محي الدين أبو العز. المهم هو فيه الرماية، فيه تعلمي الصيد. الرماية عندهم هو الرماية بال هكا قرطاس بالخرطوش كي تيقولو، كبير بزاف، كبير 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 بزاف. بالنسبة للأجانب راه 3 شهور، ثلاث شهور الأجانب، ثلاث شهور 400 قطعت لأن كانت ماك واحد السيركيلاسيون كيسو هادو بالطوموبيلات كيكلاكسونو مغاديش تسمعوني. المهم نحاول نزوم ليكم. هي هادي الحديقة، هي اللي كنتو كتشوفو، نثبت لكم الاسم. المهم كيف لكم بالنسبه للاجانب 400 او 600 دولار او 600 دولار غير في 3 شهور اشتراك 600 دولار. صافي. المهم هكا دايره كبيره شاده من هاد اخر الشارع حتى لاخر الشارع، هاد الشارع كله. المهم هو كيف لكم كاين في الدقي شارع محي الدين ابو العز. المهم كيف هذا هو المعلومات اللي عندي عليهم. ما كتدخلوش غير الا ما كانش عندكم اشتراك، ما تدخلوش. حاولنا باش نشوفوا الا كان شي اشتراك زعما ندخلوا ليه هكايا في الاسبوع هذا، تيقول لك العام يعني ولا الاجانب. تيكون عندك 3 شهور 600 دولار هذا الشيء اللي كاين. المهم تكملوا الطريق ديالنا. هذا الشارع كامل وشد من كيكتيكم من اول الشارع حتى لاخر الشارع شدد نادي الصيد. حدا هنا كل شيء هنايا اللي حداه غير بنوك، غير بنوك. يعني هادشي اللي كاين هنايا اغلبيتهم هنا بنوك. وهاد الشارع اللي غنخرجوا فيه اغلب هو شارع محي الدين، وهذا نوع من شنو نقولوا حنا في المغرب اللي كيبيع الخردوات، واش حاجه قديمه. المهم غادي نوصل لهذاك الشارع باش نصور لكم، باش ما يجيش هذا الفيديو يجي طويل. المهم حاطين هنايا كيف قلت لكم، هذا هو الشارع الاخر ديالو هنايا. كتمشي هاد الطواله دي كامل، هذا باقي فيه ديال نادي الصيد، وهذا تمثال يعني كادو او هديه من الشعب الاوروجواني، الاوروغواي الاوروغواي ما عرفش نقرا بالعربيه. المصر عطاهم لهم يعني كادو، عطاهم لهم كادو يعني في 2000 تقريبا و 18 فتات هما عاطين هناك عاملين 2018. المهم هادشي اللي عرفت يعني، هادي هديه حطينا هنايا. صافي. المهم هذا شارع حنا غادي نمشيو، غادي نمشيو من هاد البلاصه هادي، هاد الشارع هذا كامل وغنشدو. هذا هو شارع محي الدين، محي الدين ابو العز، او محلات تجاريه للبيع يعني الماركه ال سي واي كيكي والديفاكتو افروشي هنايا. يعني هاد الشارع كامل شارع محي الدين ابو العز. يعني ممكن سمحوا لي كان ندير بالتليفون، ممكن يجي لكم تليفون شويه. كنا عاملين محتفلين، تبداو بالاحتفالات ديالهم ديال النويل.
وهذا الشارع كامل تقريبا تيحتفل بهذا النوال. حنا مازال ما يعني جنا يلا بدايه كيبداو فيه. المهم سمحوا لي مع التليفون كيترعد شويه، ممكن يجيكم يعني شويه الدوخه، سمحوا لي معنا كنتمشى صافي. المهم هناياك الباصه هذه كاينه فيها سي وايكيكي دي فاكتو افروشي كاع المحلات الماركه هنايا كلهم محلات هنا في هذا الشارع، ماشي هذا الشارع بوحدو كاين في القاهره، مي شوارع بزاف من ضمن الشوارع في محلات بزاف في الدقي. هذا الشارع هذا هو اللي فيه يعني كنهضر على الدقي. هنايا كاينه افروشي، هنايا افروشي كاتبينها بالعربي، شوفوا افروشي تما كيحتفلوا بال صغير يعني ماشي 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 كبير ماشي بحال المغرب. المهم هاد العشاق افروشي اللي ساكنين في الدقه هما كاين هنايا وكاين هنا اكتيف. المهم كيف قلت لكم هاد الشارع كامل حنا غاديين غتشوفوا فيه المحلات. المهم هذا السي وايكيكي، وهذا اللي هنايا كاين ما غاديش يبان لحقاش نقرب عليه حدا في الجنب ديالو. تنمشي للجهه الاخرى ونقلب الكاميرا باش تشوفوا مزيان يعني. قدام تما كاين دي فاكتو، كاينين كاع لي مارك. وحنا جينا من هنا باش تشوفوا مزيان هذه العماره، هذه خاصه هذا فيها سي وايكيكي حدا هذيك دي بودي شوب. وهنايا كاينه هي جانديام، ها هي هنايا عندي لازم باش تشوفوها. هادو هنايا قراب بعضياتهم، باقي كنهضر باقي كنقول لان انا في الدقي اللي قرب ليه اللي قرب ليه يعني اللي كقلب على سي وايكيكي راه كاين في الدقي شارع موحي اللي ساكنين بالنسبه لي ساكنين هنايا شارع محي الدين ابو العز صافي. المهم هنايا الشارع الاخر ديالو قلت لكم انا باقي داك الديفاكتور هو هنايا. يعني صراحه نتمنى ان يكون يعني هذا الفيديو غير سمحوا لي بزاف لان هانتوما هنايا كاين هاد ديفاكتو، بلاتي ندير لكم ليه زوم باش تشوفوه. صافي المهم هنايا سالينا هذا هو ديفاكتو تا هويا هنايا، باقي شي محلات يعني شويه ما بيناش هناك عادي. وهذا هو الشارع كي قلت لكم هذا شارع محي الدين ابو العز في الدقي. صافي هادشي اللي كاين، نتمنى هذا الفيديو يعجبكم البنات. انا غير شاركت معكم البلايص اللي كنجي لهم، المحلات اللي كنجي لهم اللي قرب ليا انايا هما هادو. بالنسبه للناس كيمشيو حتى الكارفور ولا كيمشيو حتى المناطق وحدهم اخرين باش يشريو شي حاجه مزيانه، راه كاين انا في الدقي. او صافي المهم غادي نقطع الفيديو باش ما يجيش طويل بزاف. دونك تنعاود نقولها ثاني سمح لي بزاف لان التليفون كيترعد شويه في يديا. انا ما كنتش عواله اصلا نصور ولا شي حاجه، غير ما جبتش معايا هذاك القابض لا كنقولوا التليفون، غير بانت لي هذه. كل مره كنجي هنايا وكنسى انني قلت نشارك معكم هذاك النادي الصيد والناس اللي كيشاركوا 600,000 جنيه في العام يعني، وعامر بزاف ما تلقاش بلاصتك. هذا هو كان هدف ديالي، وريتكم هاد البلايص هادو اللي كنجي ليهم بزاف كنتقدم منهم. صافي المهم هادشي اللي كاين. نتمنى هاد الفيديو يكون نال اعجابكم، ولا كانت شي حاجه اخرى غادي نقولها لكم ثاني نوريها لكم.